آمون. الملك توت عنخ آمون هو أحد أشهر الفراعنة في التاريخ المصري القديم. تولى الحكم في الفترة من سنة 1334 قبل الميلاد إلى 1325 قبل الميلاد في عصر الدولة الحديثة. يعتبر توت عنخ آمون أحد أشهر الفراعنة لأسباب كثيرة، ليس منها الانتصارات ولا الإنجازات، ولكن لأسباب الغاز التي أحاطت به، أيضا العثور على المقبرة، مقبرته كاملة بدون سرقة أو نقص، ودي كانت يعني من القلائل اللي اتعثر على كل مقتنياتهم كاملة. عثر أيضا على آثار لكسور في جسمه في عظم الفخذ والجمجمة، مما أشار إلى أنه تعرض إلى الاغتيال، وبذلك يعتبر من أقدم الاغتيالات السياسية في التاريخ هي اغتيال الملك توت عنخ آمون. ظروف وملابسات الفتح المقبرة والعثور على الكنوز والمقتنيات بها نتج عنها ما عرف فيما بعد بلعنة الفراعنة. تولى توت عنخ آمون الحكم أو أصبح فرعون مصر وهو في التاسعة من عمره. اسم توت عنخ آمون يعني باللغة المصرية القديمة الصورة الحية للإله آمون. الإله آمون ده هو كبير الآلهة في العصور المصرية القديمة، وكان في مجموعة من الآلهة وحدهم أبوه اللي هو أخناتون إلى خلاهم كلهم يعبدهم الإله آمون كأكبر الآلهة في مصر. توت عنخ آمون عند اكتشاف مقبرته أحدثت ضجة عالمية لعدة أسباب كتيرة، هنوجزها باختصار بما نتج عنها ما يعرف بلعنة الفراعنة. في 4 نوفمبر سنة 1922 كان في طبعا هوارد كارتر، عالم آثار شهير متخصص في تاريخ مصر القديمة، بريطاني الجنسية، بيقوم بعدة حفريات واستكشافات عند في منطقة وادي الملوك. لاحظ وجود قبو، استمر في التنقيب لحد ما دخل الغرفة لقى فيها ضريح توت عنخ آمون. كانت على جدران الغرفة ديت رسومات رائعة، كانت أول مرة يتشاف باحتفاظها بجمالها الخلاب الرائع، بتحكي صور وقصة حياة توت عنخ آمون ورحيله إلى عالم الآخر أو عالم الأموات. المشاهد ما زالت حتى الآن من أعظم وأروع المشاهد الفنية اللي ما زالت تبهر العالم. المهم في 16 فبراير سنة 1923 يعتبر هوارد كارتر أول إنسان من 3000 سنة يقدر يخش المكان ده أو الغرفة ديت اللي فيها تابوت توت عنخ آمون. كارتر لاحظ وجود صندوق خشبي على نقوش ذهبية وبقى في وسط الغرفة، وبعد كده رفع الصندوق لقى صندوق آخر، فتح الصندوق الآخر لقى صندوق آخر ثالث مطعم بالذهب. عند رفعه وجد التابوت الحجري اللي كان مغطى بطبقة سميكة من حجر منحوت على شكل تمثال لتوت عنخ آمون. لما رفعه وصل إلى التابوت الذهبي الرئيسي اللي كان على هيئة تمثال لتوت عنخ آمون، وكان يغطي تابوتين ذهبيين آخرين على هيئة تماثيل الفرعون الشاب. هوارد طبعا لقى صعوبة في رفع المومياء نفسها ومش عارف يتصرف ازاي، لكن المهم ان هو طلعه بعد كده. تعرض كل الفريق اللي استخرج هذا المومياء وهذه الكنوز لحوادث كارثية احتار العلماء في تفسيرها، وهي ما عرفت فيما بعد بلعنة الفراعنة. احد النظريات اللي انا بعتقد انها سليمة هي
تزايد نسبة الإشعاع في مكان مغلق، في مكان مغلق، وتعرضهم إلى المواد المشعة واستنشاقها أثر على تدمير خلاياهم بعد كده وإصابتهم بعدة أمراض نتج عنها الوفاة. ما زال توت عنخ آمون وقناعه الذهبي يحظى بشهرة عالمية ومحط أنظار الجميع، وهو يعتبر من أغلى الكنوز التي لا تقدر بثمن على وجه الأرض. شكرا لحضراتكم، وتنسوش المتابعة والسبسكرايب. إلى اللقاء، ونلتقي مع حضراتكم في فيديو قادم مع شخصية أخرى من عظماء التاريخ المصري، وإلى اللقاء.